امشي كده وانت معاه وانت روح كده. خير مين حضراتكم؟ احنا الامن بتاع القصر. امن القصر؟ ازاي يعني؟ مين اللي عينكم من غير ما نعرف؟ بص يا يوسف، انا بعت لك شويه رجاله سكيورتي من عندي عشان تطمن وتبقى براحتك. ما تنساش القصر دلوقتي يخصنا احنا الاثنين. بص هم متدربين كويس قوي، لا هتسمع لهم حس ولا هتاخد بالك منهم، هم عارفين اماكنهم ووردياتهم. يعني المفروض نرضى بالامر الواقع يا فاروق بيه؟ لا، تفرح وتفرح قوي كمان ان في حد جنبك وبيحميك. لو احتجت حكايه بقول لي. سلام. حضرتك لو محتاج اي حاجه احنا تحت امرك. كانت اول مره نحس ان القصر مش قصري. حسيت بالغيره وفكرت ان افركش كل حاجه. ايوه هي دي الحقيقه. فكرت فعلا ان اكلمك وافسخ الخطوبه ونرجع زي ما كنت. حد عايز يفضل قدام القصر لحد ما يسلمه ويبقى للدوله، لكن للاسف كان في جزء جوايا بدأ يطمع، جزء خلاني أبدأ أسكت. السلام عليكم. نورت بقى. نورت يا زكريا. نورت يا عم زكريا. غني في ابو زيد. عبيد القط قاعد وما بيحبش يسمع غير ابو زيد. الليله هقول واغني عن غزاله دياب، وكيف لما دياب ابن غانم شاف غزاله واتفتن بيها. غني في ابو زيد. نظر دياب الغزالة عينه قطع الصلاة من جمالها، طارت وطار وراها بحصانه. وقفوا فوق! ايه؟ ما قلنا بحرج ابوك هتغني في ابو زيد. ايه هتغني على مزاجك؟ هتغني على مزاجك؟ طب خد! اقعد! اقعدوا! ولا حد يتحرك ولا يتنقل من مطرحه قبل ما تسمعون ابو زيد. غنوا ابو زيد سمع ومتين واسمه الهلالي سلامه. نورتونا. عقبال ما الرفاهي والبنين. الله يخليك يا شيخنا، نشهد لك يوم فرحك يا رب. مبروك يا ابو صاطي. الله يبارك فيك يا اصداف. عارفه يا اصداف، قوم ورايا يا ابو صاطي. يعني لسه كنا هنقوله. سبحان الله حساسه. يتباع ويتفتح المرصح بالنص. مرصح ايه بس يا اصداف؟ ايه العروسه الحلوه دي؟ وايه الفستان البديع ده؟ ده لونه ايه ده يا اصداف؟ فاروزي؟ مش وقته يا ابو صاطي، روح لكرياكس واشتري المرصح. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. طب والدخله؟ روح شوف وراك ايه دلوقتي يا ابو صاطي بدل ما تبقى خرجتك. تمام يا اصداف، هنعمله اللي يريحك. بس هو مين فاتح دلوقتي عشان بساطي؟ حاضر هنتصرف. حاضر يا اصداف. تمام. وانا اللي كنت فاكرها حاجه 13 خالص. افتحها يا نادرة. اسم الله عليك، اسم الله عليك. ما تخافيش أنا مليح. ما قلت الحرج أبوه يغني في أبو زيد ما رضيش. الدور الجاي تغني كيف مع بيد القط عاوز. جبتك لحد بيتك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان حسك مليح. كل اللي غنوا بعد ما كسرت راسك حسهم ما عجبنيش. اتروق وترجع تغني لابو زيد. لا هيغني تاني. هتقوم. أنا عارف كف مليح. ما خبطتكش خبطة موت عشان حسك. سنيولا اللي عاتبك دي بنتك. وش جوا نادر؟ جوزها لي بدل ما اجيب اجلك. متجوزه وعندها عيال. تطلق. ما ينفعش. روح لحالك وكتر خيرك. روح لحالك يا شيخ. ماشي. اتروج وترجع تغني لابو زيد ها؟ روح لحالك يقطع ابو الشيطان. روح لحالك. ما هو مش اكله بس يا خديجه هانم، فيه كمان مواعيد لايه؟ لا احنا مش قاعدين عشان نضحك مع بعض، احنا بنتكلم جد. اتكلمي. ما هو يعني اصلها حاجه تكسف ليه؟ مش عملتيها وخلفتي؟ ايوه حصل. يعني ما كسفتيش ساعتها، جاي الكسف دلوقتي. اتفضلي قولي. وحشتيني. والمرسي ابو العباس بنشبهه عليك. اللي انكسر يتصلح. لا ما هو انت ما تعرفنيش، ربنا يكفيك شري. أني ممكن نفرجوا عليك اسكندرية كلها ونقل له قيمتك، إن شاء الله لو هنموتوا بعدها. الطيب أحسن. يا باشا حامل، بس ما تشغلش بالك، أصدف هتخلف وهيكون ولد وهتربيه وهتفضل طول عمرك متعذب. كدابة ورخيصة واطية بس حامل. عادل طربوشك يا باشا وارجع سرايتك، ابكي على عمرك اللي راح من غير ولد يا بنتي. الحقوني شوفوا الراجل الشايب اللي دخل لي الاوضه. مين الراجل ده؟ انتوا فين يا بنات؟ تعالوا شوفوا. فين؟ مين الراجل ده؟ المعجبين اتجننوا. شوفي يا هانم، في اوقات معينه كده لما الست بتقابل جوزها فيها بيحصل حمل. يعني ايه خديجة هانم؟ ليها حسبة كده هبعلمها لك بعدين. المهم لما الاوقات دي تيجي يوسف بيه ما يخرجش من الأوضة، فاهمة؟ وانا اعملها ازاي دي؟ انا كمان هعلمك تعمليها ازاي. لا بقى. طب وفريدي قاعد في الأوضة وسكت؟ لو قعد في الأوضة وسكت يبقى حضرتك خايبة يا هانم. طيب حضرتك قوليلي على المواعيد دي وأنا هحاول. مفيش تحاولي، في تنفذي. حاضر. الهانم الكبيرة هتتجنن يا عيني، نفسها يوسف بيه يخلف بأي طريقة. ربك عادل هيديهم كل حاجة. يعني يا بنت انت غلاوية كده ليه؟ الست نفسها تفرح. كل شوية بتاخدك وتسألك ايه مستكترة على الغلابة عيالهم. الست ما جالتش كده، حرام عليكي، دي عاوزة لابنها ولد. تشتري حد من عيالي وتكتب له حتى الجنينة؟ أعوذ بالله، ربنا يكفينا شرك. شايلة هم الهانم الكبيرة انت جاوي. خدي شيلي الواد خف. بعد اذنك يا ابوي ارجع انا والبنات بيت ابوهم انضفه ونقعدوا فيه. كيه يا بنتي بس؟ حاسبه تقعدي وحدك؟ ما انا جارك اهو، ده البيت في وش البيت. طب والناس؟ البنات كبروا يا جد البنات وعايزين نبقوا على راحتنا، وعشان مش كل شويه حد يلاقيني هنا ويطلبني منك. راحتك يا بنتي، بس ما تغيبيش عليا، ده انا ماليش غير. ده انت لو ندمت عليا حسك يوصلني وتلاقيني جيت، وكل ليله هعدي عليك. ماشي. راحتك يا بنتي. وبعد اذنك تخلي الرجاله ينجلوا البيانو هناك. حاضر. شيخ زهار يا بحر، وحشني يا بحر. ازيك؟ ازاي اخبارك؟ لمحتك شاردا. فينك يا راجل يا طيب من زمان؟ شايل الزهار يا ابني. يا بحر اشتقت اليك كثيرا. يا راجل اللي اشتاق يسأل. يا سيدي تركتكم في الهنك والرنك ورحت ندوروا على حالي. والفين رمك الحال يا رحال؟ جماعة من الشباب ينادون بالرجوع للحق والدين يا بحر. الرجوع للدين والحق؟ من فين يا شيخ زهار؟ من الضلال. انت غالي عليا يا علي، وعشان كده اني بندعوك لدعوة حسن البنا. دعك مما انت فيه وتعال اركب معنا سفينة النجاة. يا سيدي اني نروحوا معاك في توكر، بس نركبوا معاك فين؟ ومع مين؟ انطلقت الدعوة في الإسماعيلية، وبفضل طموح حسن البنا أصبحنا جماعة قوية، وأرسلنا خطابات لذوي الأمر ولجلالة الملك الصالح فاروق الأول كمان. طب ما دام الملك فاروق بقى الملك الصالح، لازمتها إيه الجوابات يا شيخ زهار؟ إذا صالح الملك صالحت الرعية. لا، لابد من الخطابات حتى يعود الجميع للإسلام. الله، هم المسلمين سافروا بلد تانية ومش راجعين؟ تركوا المنهج يا بحر، تركوا المنهج. المنهج منهج ربنا يا شيخ زهار، اطمن، مفيش مخلوق يقدر يسيبه. انت بس تلاقيك شكلك زعلت مننا في حاجه فسبتنا ومشيت. اعرف ان قلبك سليم وان مسيرك هتبقى ويانا. والله يا شيخ زهار يعني انت عارفني، اني حر، ماليش غير في اللي بنصدقه وبيخشوا قلبي وبس. الحريه من غير منهج فساد. مفيش فساد اكبر من انك تبقى تابع يا شيخ زهار وتفقد حريتك. مين فهمك كده؟ الحرية أن تكون تابعاً للحق. حق؟ ومين في الدنيا دي كلها يا شيخ زهار يقدر يقول إن هو صاحب الحق؟ عشان مفيش حقين يا علي، هو حق واحد والباقي هوى. معاك حق. طيب وإيش عرفك بقى يا شيخ زهار إن حقك حق مش هوى؟ أوه، كفاك مجادلة يا علي، الجدال سلاح الشيطان. شيخ زهار، أنا بنحبوك وبنحب روحي كمان، بنحبوا المغنى والمزيكا والبلد. يعني لما بنمسكوا العود ده بنحس اني على حق. انا ما عرفتش ان غنايا له معنى غير لما غنيت ورا الشيخ سيد في ثوره 19 يا شيخ زهار. اهو ده اللي صار، واد اللي كان مالكش حق، مالكش حق يا شيخ زهار. الله الله يا علي. طب وماله؟ ما تيجي تغني ويانا، الدين مفهوم أوسع من البلد. متشكرين يا رجال، تعيشوا. كلامك أوامر يا ست البنات. ربنا يبارك لي فيك يا بوي ويديك العمر والصحة. يبارك لي فيك، يبارك لي فيك. شفتي الورقة دي يما؟ وريني يا بت. نادرة الوجود، هذا أول خطاب أرسله إليك بعد انقطاع، ولم تغيبي عني ولو لحظة واحدة. عادت الحياة إلى روحي الميتة حين رأيتك آخر مرة. الحب فعلا لا يموت، ما زال قلبي يهفو كلما أغمضت عيني، لأني أرى ملامحك الجميلة، ابتسامتك البريئة. أكتب الآن بحرية وأنا أعلم أنك حرة ولست في ذمة رجل آخر. أنت بهجة الروح يا نادرة الوجود. فيها إيه الورقة دي يا أمه؟ فيها روح يا سنيورة. العمر قصير يا بحر، ولو ما كانش لك دور في خدمة دينك يبقى ايه لازمة وجودك؟ وده تهديد ولا نصيحة يا شيخ زهار؟ ده حب يا علي. لو حب يبقى مقبولة منك يا شيخ زهار. أمال الحب هو اللي بيخلي لكل معنى معنى. الحب هو كل حاجة يا شيخ زهار، كل حاجة. الحب هو اللي بيخلي البلد فيها أخلاق وعلم وفن، وساعتها الدين يزهزه في القلب. لا يا علي، ده كلام مستورد، كلام الاحتلال اللي الانجليز شربوه لنا عشان ننسى ديننا. الدين قبل كل شيء، قبل العلام وقبل الحب. الحب من الدين يا شيخ زهار، الحب من الدين. والحب مش كلام انجليز، ده احنا اللي بدعناه. الله، القلب القاسي والعقل الجاهل هم بس اللي ينسوا. يا شيخ زهار الدين بيخش القلب الحلو الرهيف الرقيق اللي تحركه نغمه حلوه ويحميه علم حلو. ان اردت الاصلاح ما استطعت، عشان لما تغرق بس تبقى تقول الزهار قال لي. لا يا اخويا اطمن، ما تقلقش، انا بنتوكلوا على ربنا. كلنا في البحر يا شيخ زهار، أراضي ينجيني راضي، حكم عليا بالغرق برضه راضي، ما كله ملكه أني والبحر. صدقت يا بحر، صدقت، وأنت الأرتيست الفنان، تبدو صوفيا في هيئة أرتيست يا علي. كنت وحشني يا شيخ زهار. ما تشوفش وحش يا بحر، وشوف وشك بخير. مع السلامة. السلام عليكم. ولا يا فرح، احنا هنعمله مرسحيه. وماله يا سي علي، نعمله مرسحيه كلها فن كلها سياسه. مرسحيه لا متاخده من الفرنساوي ولا من الانجليزي، مرسحيه من عندنا احنا. انا معاك يا سي علي، قول لي ننزل البحر هننزله. الف ليله وليله واني هنلعبه هارون الرشيد، وانت الوزير بتاعه جعفر. لما نزلوا السوق وهم عاملين نفسهم غلابه، وهوب مره واحده يلاقوا قدامهم 2 تانيين اخر قبها، واحد فيهم هارون الرشيد والتاني الوزير جعفر. هيقابلوا نفسهم يعني؟ لا، هيقابلوا 2 تانيين كدابين عاملين كده، ونقولوا بقى اللي نفسنا فيه وبراحتنا. يعني بنقول له ننزل البحر اسهل يا سعد. الكلام ده خطر يا معلمي، هنتجابه من قفانا. يوه، الفن اللي ما يقولش كلمته يغور يا فرح. احنا اللي هنغوره يا عم علي. تخافش يا ولا، خليك مع عمك علي، وبريد دمه خفيف والناس هتحبه. المهم بس نلاقي الارتيست والمشخصاتيه التانيين الحلوين. طب نلعبه زي الريحاني والكسار والبساطي، اضمن. لا يا فرح، لا، هنلعبوها احنا بلغوتنا بتراثنا بمزيكتنا. ربنا يستر. وهنسموها دبرني يا وزير. يا سي علي راجع نفسك، اجمد يا ولا وشوف الفن. مركبه كبيره على المرسح، هارون الرشيد ووزيره جعفر مسكوهم وهم في لبس الغلابه متخفيين. هوب مرة واحدة يلاقوا قدامهم هارون الرشيد ووزيره جعفر المزيفين، وهم لابسين لبس ملوك وألاجة وحاجة قبها. ولما الملك المزيف ووزيره يقابل الملك الحقيقي ووزيره، تبقى المرسحية حكاية. احنا مالنا ومال جلالة الملك؟ خبر ايه يا فرح، انت واكل فول؟ حد جاب سيرة جلالته؟ بنقولوا لك هارون الرشيد يا ولا. يا عم علي الجمهور مش مهم، الجمهور ممكن تفوت عليه، بس في ناس تانية ما بيفوتش عليهم الحاجات دي. ما تخافش، في ارتست بيخاف، في كتير، يبقى ما تخافش. يا عم علي دول حكموا قبل كده طه حسين والشيخ علي عبد الرازق، امال احنا بقى هيعملوا فينا ايه؟ لا ديك كتاب، احنا ارتست. ثم ان طه حسين وعلي عبد الرازق دول كانوا ايام الملك فؤاد، احنا الملك الجديد بتاعنا شاب وهيفهم، وبعدين موضوعنا غير موضوعهم يا فرح. احنا مرسح يعني فن يعني خيال. حد يحاكم الخيال يا ولا؟ والخيال ده لو اتدرب على قفاه مش هيقول اي يا سي علي؟ لا ما تخافش، الخيال ما بيحسش يا فرح. انشف يا ولا، وجهز نفسك لمرسح محدش شافه قبل كده ولا حد هيشوفنا بعد كده. وهنأجره مرسح منين بقى يا سعالي واحنا على فيض الكريم؟ الفكرة أغلى من الفلوس يا فرح، لازم تتعلم كده. وما دام عندي فكرة يبقى أكيد هنلاقوا صاحب المرسح اللي يجري ورايا علشان نأجره منه. احنا الملعب وانت زبون، تدفع نفرح تهرب نضرب. اوعى تقرب اوعى تقرب راحتك كهرب، احنا الملعب وانت زبون، تدفع نفرح تهرب نضرب. اوعى تقرب اوعى تقرب راحتك كهرب، احنا الملعب وانت زبون. احنا الملعب وانت زبون، تدفع نفرح تهرب نضرب. اوعى تقرب اوعى تقرب راحتك كهرب، احنا الملعب وانت زبون، تدفع نفرح تهرب نضرب. اوعى تقرب اوعى تقرب راحتك كهرب، احنا الملعب وانت زبون. اوعى تقرب راحتك كهرب، احنا الملعب وانت زبون. انا مش مصدق نفسي، سبيرم التونسي بذات نفسه عندنا ده شرف كبير يا سيدي. ربنا يكرمك، قلنا نشوف بضاعتك. ماله ده؟ ماله ده؟ يا سبيرم عمنا ايه مش مستعجل ليه؟ ولا عرض ما عجبكش ولا ايه؟ ما انبسطتش معانا؟ انت وجه بساطي نصاب اكتر منك فنان. ماله الفنان كل حاجه، يعني الفنان ما ينفعش يكون نصاب؟ ينفع يبقى نصاب وحرامي ويلعب بثلاث ورقات وابن هرمه كمان، بس اول ما يلعب فن يبقى صادق ويضحك على الخلق كلهم، الا لما يجي يكتب او يلحن او يشخص او يرسم يبقى صادق. فهمت يا بساطي؟ فهمت. ما انت دخلت ازاي هنا يا عم بيرم؟ بتذاكر ولا بلوشي عشان منبه عليهم؟ هو مرسحك ده يدخل بفلوس يا جعر يا نور؟ يا جعر يا نور؟ ما انت لو من بلدنا كنت رديت عليك بالاسكندراني منه، لكن ضيف برضك وليك احترامك. ترمي ايه يا عره؟ انا تونسي وابويا وامي توانسه. ايوه وليا الشرف، مولود في السياله يا بلاص. ومين يسلم من لسانك يا سبيرم؟ انت واهلك على راسي من فوق. كفاياك انك قلت انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين. ايوه دي مكتوبه للجدعان مش اللي زيك. انستنا ونورتنا يا سبيرة، يا ريت نشوفك تاني. الله يعكنن عليك. قلت ايه يا معلم فخري؟ شو بدي اقول بعد هالكلام يلي طالع من تمك مثل الدرر؟ انا راح اعرض العمل على مرسحي ورزقك على الله. يعني بيكون معه فنان مثلك لازم يكون قلبه قوي. أنا راهنت عليك علشان نعرفوا إن المعلم فخري بيحب الفن ويقدره. أنا بعرف إنه هيك شيء رح يجيب لنا وجع راس كتير، بس معلش وين المشكلة؟ من يركب البحر لا يخشى من الغرق. الله يسلم تمك يا معلم فخري. نبوسوك. صدقت عمك بحر يا ولا يا فرح؟ صدقتك، وبنتعلمه منك نصدقه اللي بنحلمه بيه يا عم بحر. يا شيخ زهار! شيخ زهار! مين؟ وديع البساطي؟ عاش من شافك يا جدع. خيبك المولى. فينك وفين اراضيك يا شيخ زهار؟ أنا ما عرفتكش. تصدق بالله أنت خلتني دلوقتي نفتكر قصيدة لسبديع خيري اسمها بزراميطات، ده كأنه بيوصفك تمام. ربنا يكفينا شر لسانك يا سيدي، اشجيني. اسمع سباديع قال لك ايه؟ باع الموبيليا جاته ست النيله كي يشتري الملحوس اوتومبيلا، يجري به طول النهار مزمرا، هل لا يفرمل في الملف قليلا؟ رفقا يا كونستابل وحياة النبي نعطيك ان اشفقت صحن بليله. ما تقول ما شاء الله احلى. ما شاء الله يا سيدي، اللي اعطاك يعطينا. هذا حال الدنيا، الآلات الفلاتي يركب سيارة وصاحب العالمية يترجل. طب ما قلنا لك يا صاحب العالمية خليك معانا، كان زمانها زهزهت معاك وركبت بسكليتة ولا حاجة. حاشا لله يا آلاتي يا فلاتي. طب ما تريح رجليك شوية واركب اركب، شوف تحب نوصلوك فين، وبالمرة تحكي لي عن أحوالك. أحوالي معدن، الأشياء معدن نحمدوه. حاسب رجليك شوية يا شيخ زهار. اتفضل يا سيدي. نعطي دروسا لطلبة خائبين والحمد لله. على مهلك. أخبارك يا بحر؟ أهلا أهلا يوسف بيه، خطوة عزيزة. أنا الحمد لله تمام، بس المسرحية الجديدة أصلها واخداني حبتين. مسرحية؟ مسرحية إيه؟ دبرني يا وزير. اسمها كده؟ ايوه. ان شاء الله تعجب لك يا يوسف بيه. بس انا لسه مش لاقي المشخصات اللي يلعب هارون الرشيد. هارون الرشيد؟ شوقتني. وليه لا؟ ليه لا ايه؟ والله فكرة. فكرة ايه؟ هارون الرشيد. الله، نلاقوا فين حد غيرك ابن ناس عليه القيمة وحاجة ألاجة كده وقبها يعمل هارون الرشيد العيرة القشرة المزيف يا يوسف بيه؟ نعم، أنا أشخص؟ ده من رابع المستحيلات. الله، ما يوسف بيك وهبي بيمثل ومن سلالة بشوات. أنت مش بتحب الفن؟ لا طبعا. امسك يا شيخ زهار، أنت ياما وقفت جنبي زمان. دع نقودك في جيبك يا آلاتي، لم نصل إلى الشحاذة بعد. نزلني هنا من فضلك. مش القصد يا شيخ زهار، أنا قصدي إن خيرك سابق. امسك. مسطورة والحمد لله. بقول لك يا وديع، العمر بيجري والدنيا تلاهي، فلا يغرنك الزهزهة. على العموم لو عايز ترجع الشغل تاني يعني موجود. دعك من الهلس، أنت لم تعد نغة. تعال وانضم معنا. معاكم مين؟ أنت فتحت مرصح ديني ولا إيه يا شيخ زهار؟ بل جماعة تدعو للدين يا بساطي، العمر بيجري. مالك يا شيخ زهار؟ ده انا لو بكلم حانوتي مش هيكلمني كده. عمري بيجري، لا يغرنك الزهزعه، ما تقول لي روح ربنا ياخدك احسن. ستظل هلاسا ابد الدهر. طيب يا سيدي، انزل انزل يا شيخ زهار. ربنا يهديك. ربنا يعقب مزاجك يا اخي. يا سلام يا سلام، ضحكة هارون الرشيد، وقفة هارون الرشيد. هو بعينه هارون الرشيد الأونطة، هو اللي مش هو قال يا فرح. هو والله لايق يا بيه جدا. هو مين بس اللي لايق يا فرح؟ يا علي هضحك وهيتخرب بيتكم والمسرح هيتقفل. خد 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 العمة بتاعتك. استنى استنى يا يوسف بيه، نبوسوا ايدك. استنى نبوسوا ايدك والنبي، الله يكرمك. جرب بروفة واحدة، بروفة واحدة مش هتخسر حاجة. لو ما عجبكش الحال ما تجيش. مش هينفع يا بحر. عشان خاطري يا يوسف بيه وحياة العيش والملح يا أخي، لا أنت مجرب. بروفة واحدة. ده المرسح ده جميل خالص. ملك الزمان السعيد المزقطط، صاحب الرأي الرشيد المفنط، كل الرعية في عهده بتسعد. هارون الرشيد اللي ماله نظير وجعفر صاحبه صديقه الوزير، خرجوا في ليلة سوا فقراء في زي الفقير، زي ما اتعهدوا يشوفوا الرعية وحالهم في عهده. فقابلهم يا سيدي وشوف البلايا، اتنين تاني غيرهم شبههم تقولش مراية. هارون الرشيد الفلصو لابس دهب، وجعفر جنبه بيضحك وموكب عجب، وهارون المقصل وصاحبه الوزير في لبس الفقارة، واتنين تاني نسخة في زي الأمارة. ونعرف منين السر الخطير من ألف ليلة وليلة؟ دراما الليلة دي دبرني يا وزير. هتصرخ هنا جلالتك وتقول انتوا مين وعايزين ايه وايه اللي ركبكم سفينة الخليفة؟ يلا انتوا مين وعاوزين ايه وايه اللي ركبكم سفينة الخليفة؟ لا 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 لا، دي مش شخطة ملوكي خالص، أنا عايز شخطة ملك، شخطة حد ابن ناس. هو مين اللي مش ابن ناس؟ ما تحترم نفسك يا بحر.